تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والله يا إخواني الإنسان إذا ذكر الله عز وجل يطمئن قلبه ويرتاح وينشرح خاطره، لأن القلب من الذي خلقه؟ إنه الله تبارك وتعالى. فيعلم الله جل وعلا ما الذي يسعد هذا القلب، ويعلم سبحانه وتعالى ما الذي يشقي هذا القلب. الله عز وجل أخبر في القرآن أن الذي يسعد هذا القلب هو ذكره والإقبال عليه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.